غير الحاجه تاع 120 مليون سنتيم اللي درت في لافيش تكنيك. بالنسبه للماتيريال تاع الاشغال العموميه رانا رايحين نزيدوا نصرفوا باش نزيدوا نشريو تقريبا 30 او 35 اليه جديده نتاع العتاد الاشغال العموميه، فيهم دي نيفلوز دي بيل دي شارجور دي كاميون افيك بان ودي تراكتور افيك بان، هذو باش نزيدوا نكملوا عمليه تنظيف المجاري نتاع الماء والنقاط السوداء والشعاب اللي راهي تسبب الفيضانات وتدير خسائر الى اخره. هذا ثاني مجهود كبير بوذيلا، ونشكر مره اخرى المجلس الشعبي الولائي الذي صادق بالاجماع على هذه المقتنيات. ماكسيموم اخدم الماكسيموم باسكو باش تخدم بصفه عاديه كيما غيليزان بالذات لازم لك الحد الادنى 25، هنا نمشيو معاك الى اكثر باش يروبوزي الخدام ويروبوزي الماتريال. من 20 شاحنة ضاغطة أخرى بالإضافة إلى عملية اقتناء نتاع عتاد كبير للأشغال العمومية، شاحنات وشاحنات ضاغطة وعتاد أشغال عمومية مختلف سوف نستعمله مع مطلع السنة المقبلة في تنقية وتنظيف مجاري المياه حماية للأقطاب الحضرية والمدن من الفيضانات. أعيد وأكرر بأن هذه عمليات نوعية تم اقتراحها من طرف الجهاز التنفيذي ووافق عليها المجلس الشعبي الولائي بالإجماع، ونحن نقطف اليوم أولى ثمرات في انتظار وصول الدفعات الأخرى إن شاء الله. من تقديم شاحنات بسهريج 13 شاحنة لفائدة البلديات والتكفل بالمناطق النائية. نحن اليوم بصدد توزيع 11 شاحنة بضاغطة لرفع النفايات، تم تقسيمها على حسب احتياجات البلديات